عندي نقطة مرتبطة بقيمة هنا في الميكو. واش كاين ضمانات ان غتكون شي ان الحدث غيكون بشكل سنوي، يعني ما يبقاش هاد الخطر في الانتظار بحال كنا من 2016 لدابا، وشنو غتربح بالضبط بشكل مباشر جهه تنشط المنطقه سيما من هاد القمه هادي؟ شكرا. بالنسبه لا ميدكوب، قلنا اول حاجه ملي جينا باش نبنيو الشركة ديالنا قلنا شنو غنبغيو نخدم هاد الجهه. فولا شفتوا في الختام ديال في النهار اليوم الاول كانت هناك 7 اتفاقيات. اول مره لا ميدكوب في طنجة كان عملوا اتفاقيه ديال 7، ماشي سهله باش توقع مع بعض المؤسسات الدوليين وبعض المؤسسات الحكوميين اللي هاد الاتفاقيات بغينا ننزلوهم. فاليوم بغينا نلمسوا ديك الاتفاقيات، ماشي غنبقاو نجتمعوا على ميدكوب موضوع المناخ وحنا غنمشيو، بغينا شني نخرجوا من هاد المناخ. فالحمد لله اول حاجه هاد اتفاقيه 7، كذلك المخرجات اللي عملناهم هو ارضيه اليوم لسماع الصوت ديال المتوسطين داخل لا ميدكوب اللي مجا ديال لا كوب 28، ان شاء الله غنمشيو بواحد يعني ان دوسي اللي هو ديفوندر اللي غدا ان شاء الله غنمشيو نزلوه حتى حنا في كوب 28 ونقولوا بان كاين اشكاليه حقيقيه. البحر الابيض المتوسط اليوم كيعيش اشكاليات حقيقيه، كيفاش يمكن نتبعدوا هاد الناس نشوفوا الرؤيه المتوسطيه بالنسبه لنا، وكيفاش يمكن نواكبوا هاد الاشكاليات ديال الشونجمون كليماتيك. بالنسبه قلت انا الربح ديال الجهه هو ربح ديجا هاد 7 لي كونفونسيون هما ربح. كذلك بالنسبه لنا حنا قلنا نشتغل على البراج المشاريع اللي هي مستدامه، فدخلناه في برنامج التنميه الجهويه ديالنا، واليوم كنزلوه بان الاستدامه كاينه حتى في البرامج ملي كيجيو بعض الشركاء اولا كيجيو بعض المستثمرين، كنهضروا على الاستدامه ديما، وكنهضروا على بان اليوم حنا حريصين باش اشكاليه ديال الديكربوناسيون، اشكاليه ديال كل ما هو يمس بالمناخ والمتغيرات المناخ، حنا دخلنا ومغصتنا في المجلس ديالنا كمجلس جهه طنجة. لو كوتيديان ما يمكنش نقول لك انا نحدد، ولكن باش تقول لي نعملوا كل سنه كيصعب باش نعملوا كل سنه، حيت هاد المخرجات هادو ديال هذيك، ولكن غيكون عندنا ان شاء الله كنقولوا حنايا سيكليك، يمكن يكون عامين يمكن 3 سنوات، حنا غنشوفوا هادشي مع الشركاء ديالنا كيفاش يمكن ننزلوا، ولكن كل سنه ما يمكنش كل سنه نعملها. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.